السلام عليكم أصدقائي، معكم عماد العرفاوي. اليوم إخوان باش نحاول نقدم لكم نصيحة للإخوة اللي ربوا طيور الحصون، الكناري أو أي نوع آخر من الطيور في السلكات أصدقائي المفتوحة أو حتى السلكات أو الغرف اللي تكون عندها واجهة خارجية على الهواء الطلق. أي تكون سلاكة أصدقائي يعني فيها مجرى هواء كما نشاهدوا السلاكة الخاصة بي. النصيحة تقول أصدقائي، كما نعلم وقت الإنتاج والتزاوج قمنا بوضع الأغصان السرول أو أي نوع آخر من الأشجار في السلكات، وذلك حتى يضع يعني طائر الحصون أو الكناري أو جميع أنواع الطيور تكون يعني الأعشاش متاحة مبنية في هذه الأغصان. النصيحة أصدقائي، بعد انتهاء موسم الإنتاج والتزاوج، يعني كما نعلم موسم الإنتاج تقريبا ينتهي في شهر 8 9 7، يعني كل شخص كل مربي كان عنده وقت انتهاء موسم الإنتاج. إذا ماذا نفعل لكي لا تصاب طيورنا عند دخول موسم الأمطار والشتاء والرياح والبرد؟ ماذا نفعل؟ كما نعلم هذه الأغصان أصدقائي اللي قمنا بوضعها داخل السلكات لا ينبغي علينا يعني التفريط فيها وإخراجها ورميها للخارج، بالعكس لازم تكون باقية موجودة، وكذلك تدعيمها بأغصان أخرى أصدقائي، وذلك لأن الطائر أصدقائي يبات مع يعني فيها مختبأ في الليل، وبالتالي عنده يعني ما في موسم الأمطار والشتاء عندما تصبح يعني الطقس بارد والرياح قوية، الطائر عندما يبات يعني يبيت يختار غصن ويكون محمي من التيارات الهوائية الباردة أصدقائي، وهكذا لا نعود نخاف على طيورنا حتى إن كانت يعني بدون تغطية هذه الواجهات السلاكة، لا نخاف عليها إن شاء الله من البرودة، بالعكس هي سوف تقلل من دخول الريح الباردة للطائر، تقلل ويختبئ فيها في الليل وينام يعني داخلها، وهكذا يعني هو سلوك الطيور حتى في البرية أصدقائي. كما نعلم يحتمي عند البرودة وعند الرياح وعند الطقس البارد، يعني يحتمي طبعا وينام داخل هذه الأغصان أصدقائي الأغصان، وهذه الطريقة إن شاء الله جيدة جدا وتحمي طيورنا من الهواء والبرودة داخل السلكات أصدقائي. إذا لا تفرطوا فيها، ولكن عند بداية قبل دخول موسم الإنتاج القادم أصدقائي وقتها نغيرها هذه الأغصان، وإذا كانت متسخة بالفضلات وقتها نغيرها إن شاء الله بالكامل، نغيرها بالكامل ولا نعود يعني نخاف على طيورنا من الأوساخ المتراكمة وفضلات الطائر أصدقائي. إذا هذه نصيحة حبيت نقدمها للإخوة اللي يربوا الطيور في السلكات الواسعة، يعني ابقوا على هذه الأغصان أصدقائي، ابقوا عليها لأنها طيور كما قلت تبات داخلها وتحتمي يعني فيها من الهواء البارد أصدقائي. نصيحة أخرى، ضعوا هذا الشوك أصدقائي الأصفر الآن لطيورنا، طيور الحصون خصوصا، لأنه يحبذها ويتغذى عليها وهي مفيدة جدا. يعني أنا أبقيت كل الأغصان اللي وضعتها لموسم التزاوج والإنتاج كنا نشاهد أصدقائي، وإن شاء الله هكذا لا نعود نخاف على طيورنا حتى بدون تغطية الواجهة بالبلاستيك. يعني الطيور متعودة الآن على الطقس أصدقائي، الطقس السخن والطقس البارد والرياح، وبالتالي عنده كما قلت هذه الأغصان اللي إن شاء الله سوف تحمي طيورنا من كل التيارات الهوائية. هذا هو الفيديو إخواني، وفي الأخير تحيات عماد العرفاوي والسلام عليكم.